هذا هو بالضبط اللون اللي انا بدي اياه. تمام، بغير هلا اضيف البندوره. شايفين شكل مرقه البندوره؟ يا سلام، ممكن تاخذوا وصفه بتاعت ايدين عمار يا شيخ. والله حلو، حطيت شوي زيت. حتى الكلف كف انشال من ايدي، ما لبست واحد تاني لانه ايدي كانت مي وصعب كان يدخل الكف في ايدي. للحالة شو راح اعمل؟ حط ملح، ملح يعني. كمان معلقة ملح، معلقة فلفل. يا ويلي رح اطبس. نحرك منيح منيح. هلا بهالحالة شو راح اعمل انا؟ هوريك شو راح اعمل. هلا المقلاي على نار هادية، تمام؟ فأنا هي كثير على نار هادية. حطي شغلت هيك دقيقتين ثلاثة قبل ما تدوب البندورة. آخر شيء حضيف عندي اللهم صل على النبي البيض. بعد ما نضيف البيض، بعد ما نضيف البيض آخر شيء، تمام؟ شوفوا هدول كيف قصيت الأكياس تبعاتهم، شايفين؟ رح أحط هدول النوعين عشان أتخلص منهم. يعني هذا الشيء اختياري وليس انه يعني مو ضروري انه اذا حبيتوا تسووا هالوصفه تسووها مثلي بالضبط، اختياري. بس انا ورجيتكم كيف المكونات اول شيء الواحد يبلش فيها، عرفتوا كيف؟ الموضوع شيء طيب بيطلع. هذا عندي صحن الخيار عشان نسوي وصفه هلا، هي وصفه الخيار، سمار، ملح. رجعت الملح انا، خليت الملح هون والليمون. بدي نص حبة ليمونة، نص حبة ليمونة بالضبط، ونطلع عصارة الليمون يعني هي على طول. هي عندنا هلا هون مكونات عصارة الليمون، وبنرجع لهون نشوف شو صار بالطبخة. ايوه 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 هيك بدي انا البندورة تدوب. يا سلام سلم. هي معلقة عشان نحط فيها الملح للخيار. ها؟ آه. عادي وفي عندنا خبز اسمر ترى. خبز ازمر الاسمر غير شكل. هذا الشيء اللي بدي اياه انا. كده الحالة شو بعمل؟ بوزع، تمام؟ طبقات طبقات، بوزع فراغ هون، فراغ هون، فراغ هون. سبحان الله بتوزع معي الفراغات عشان لا جاي شلون بكون هيك يعني جاي هيك مدور، تمام؟ بتوزع معي. احلى شيء عم باخذ من مرقة الوصفة، تمام؟ وعم ذوقها. يا الله ما ابيض، يا الله ما ابيض. يلا رح رح شو اسمه احط البيض. اوكي المشكلة ما عم يتوزع معي. بسم الله. يا سلام. هلا
عندناش حبة الطبيعات يعني. حبة الجد عندنا ما شاء الله كتير كبيرة. شو رأي عمل؟ رغبت عليها؟ هاتوا شكل شوكة من تحت ايدين عمار غير بعد ما يستوي شوي تمام؟ بحضي اللهم صل على النبي ليش اول؟ هذا النوعين الشيدر لا شو عنا عادي. هاي خلصنا هنا. سلام. بايا عندي شوي. كمان نفس الشيء كمان عندي بايا. ما في. شيء انه يعني لحسه هيك صغيره. بعدين ما ينقلوا شوي البيض مع وصفة الكشكوشه تمام نضيف الليمون ملح على الخيار. نسوي الوصفه هي. هي اهم شيء. بعشق ريحته للصماط مثل ما قلت لكم امبارح. خالص من الملح خالص من الصماط. سكينة على السريع بدون دفة. أنا ساعدكم ما جربتوها بس لازم تجربوها. ها؟ الخيار والسماء مع الليمون والملح. شو الليمونة كيف صارت؟ تعالوا على السريع تعالوا. تعالوا شوفوا الوصفة تعالوا. شوفوا شوفوا الوصفة كشكوشة كيف طلعت. شوفوا شوفوا شو المنظر. شو المنظر. شوف يا وين حالي. عندك الأشواق. كمان شيدر كمان مو غلط معلش منوع هلا غبت عليها يا مدير شغل دقيقتين وبعدين بقول بسم الله وحط الخبزه مثل ما هي بالمقلاه وكول عن جد المنظر غير شكل يلا 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 على السريع على السريع على السريع بس شوفوا المنظر على السريع على السريع شوفوا وصفه عمار يعني نجي واحد هيك دوريه هيك بسم الله يا ويل أنا شايفين كيف المنظر بس أهم شيء هي الخشبة لا الخشبة ما حتحترق وهون الخيار ما شاء الله شايفين الأشوان هون والأشوان هون هتقلوا لي ها خرافية ليش الكاميرا هيك مغبشة عندي هيك صار صافي هي الأكلة يعني ممكن تقولوا كل بيوت الوطن العربي مو كل الكل بس يعني الأكلة فنانة عرفت كيف؟ مثل ما هي من المقلاي تمام من المقلاي دغري تاكلوا منها شلون؟ طيب هذه الليلة
هيك 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 شو جبنة 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 أهم شيء. طلعت سلام. سخنة. شوي شوي على حالك. حرق حاله. دمع عيوني. دمع عيوني. بس طيبة. ترى ثاني. يمكن نسيت أقول بسم الله لما عافينا. لا تهكي كيكي. ايوه 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 اطلعي فوق. ايوه شايفين؟ خليني اقرب شوي. شوف يا سلام. بدي الاشوان هون هذا الاشوان ابيض. ليش ما فتر لعني؟ لا خيار. في خيار؟ في خيار بالبراد لسه. شايفين الاشوان؟ بس ساعتها سخنة. دغري نعمل هون عشان هيك سخنة. طنجرة بالحنجرة. أنا اللدع لساني الله يوفقكم. شوف شو عملي رحكي انتي تمام. يي سيرة كبت اللبن. مفرش طلعت معي هيك. عشيم كان عم قلها انه وين كورن فليكس وهيك ما عم بلاقي. ما عارفين كورن فليكس هاكي هادي تبعك؟ لازم تقول ايه ايه تبعي فلازم قاعدين باح لا باح انا هذا اللي عم نزله كان بحب زمان هادي ايه باح طلع عن جد يعني كيف باح؟ هادي باح اكلته يعني اكلته خلص مشي حاله. ايه بدنا خيار يعني اذا بدك. لا يا ليك شايفين هاي المادة تمام. انا بعرف انك حاطين الخيار. لا بدنا نجيب خيار فوق. دقيقة بس شربي. بعرف لا والله طيب في هي اكثر شيء نحبها. خيار لسه ما اكلنا بدنا خيار. في حبة بالبراد سيرة جيبيها. بس الوصفة كثير طيبة. كثير طيبة. يا جماعة الله وكيلكم من النوع اللي حدا ما بيجامل بالأكل أبداً أبداً أبداً. الملاي خلصت كلها خلصت تمام. شوفوا طبعاً صحة وهنا على قلبنا. أوكي سوي شاي أخضر. شوفوا أنا من النوع اللي مستحيل وسابع مستحيل أني جامل بالأكل. مبارح حتى كنا قاعدين 13 شخص ورغم أكلنا كلها ياتنا سوا تمام ومدحت بالأكل اللي كان مساوي الأكل مدحت قدام الكل انه الاكل بالفعل كثير طيب. يعني لو ما كان طيب كمان بقول مو طيب. انا من النوع اللي ما بسلق الاكل. ها ايه الله عليك يا مديح. انا من النوع اللي خلاص ما بجامل حبيبي على الاكل. لا تجامل يعني لا تسلق ابدا ابدا ابدا. حاسس انه بطني